مرحبا بكم في لاشين ديالي دودي كوك. في الوصفة ديال اليوم غنشوفو البراليني ديال اللوز بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات بساطين ما كتحتاج بزاف ديال الوقت وكنصيبوها في البيت ديالنا. غادي نحتاجو 50 غرام ديال اللوز مع 100 غرام ديال السنيدة. اللوز عندنا هنا محمر، سواء كنحمروه في الفران ولا غادي نوريكم الطريقة. هنا فوق من البوطة كنحمروه في المقلة، بعد التحريك المستمر كنخليو حتى كتنشف ديك القشره الفوقانيه ديالته، من بعد كنحيدوه وكنديروا السنيده باش تذوب. هنا من بعد ما ذابت لي السنيده ديالي غنطفي البوطه ونزيد عليها اللوز ونجمع المكونات. كنكبهم ديريكتومون فوق من بابي كويسون ولا البابي داك الورقه ديال سيليكون. كيف ما كتشوفوا من بعد ما كتبرد كيولي سهل علينا اننا نحيدوه من بابي كويسون. كنقطعوه طريفات ومن بعد كنبداو نطحنوا فيه. كيف ما كتشوفوا من بعد ما كيطحن لينا كيبدا يخرج داك الزيت ديالو، وكنعاونوه بشويه ديال الزيت ديال المائده. ها هو البراليني ديالي وجد. كيف ما قلت لكم الطريقه ديالتو سهله وبسيطه وما كيحتاجش مكونات كثيرين، وكنكونوا عارفين المكونات اللي فيه لداخل حسن من اننا نشريوه من الزنقه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم. الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تضغطوا على لايك وتشتركوا معايا في القناه ديالي باش يوصلكم كل جديد.